للحديث عن التطورات في غزة واستمرار ارتكاب المجازر ضد المدنيين، معنا من أم الفحم عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي السيد صالح لطفي، ومعنا عبر سكايب من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد فراس ياغي. أبدأ معك أستاذ صالح، يعني فرنسا تتهم الاحتلال بمنع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إلى أي مدى ترى أن هناك ربما تحولا في الأحداث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، ما جرى فجر الخميس المنصرم من مذبحة مروعة للآمنين من الفلسطينيين من أهل غزة في سعيهم لتلقي ما تيسر من الإغاثة ومن المواد الغذائية، ثم قتلهم بدم بارد ليختلط الطحين في الدماء الزكية والوجوه الزكية، كشف عوار هذه المؤسسة العسكرية الاحتلالية الإسرائيلية من جهة، كما كشف عوار المؤسسة الغربية، وبالتالي مسألة التجويع مسألة سياسية بامتياز وما زالت قائمة إلى هذه اللحظة. ولا أعتقد أن الأمور تغيرت أو ستتغير، بل على العكس، أنا أرى أن الآن تجري خيوط مؤامرة خطيرة جدا على أهلنا في قطاع غزة عبر ما يسمى إنزال المواد الغذائية في الطائرات، وكأن العالم الغربي الذي دائما يتشدق بحقوق الإنسان ومعه بعض الدول العربية للأسف الشديد في خندق واحد اتجاه استمرار هذه الحرب على قطاع غزة وإنزال المواد الغذائية. حتى أننا سمعنا اليوم المتحدث العسكري الإسرائيلي يقول أن إسرائيل ستنزل الليلة أو غدا أيضا مواد غذائية وإغاثية لسكان غزة، شمال غزة، وسط غزة، وجنوب غزة. يعني هذا الأمر معناته أن هذه السياسة الجديدة اتجاه التعاطي مع هذا البعد الإنساني المفرط في إنسانيته يستثمر أيضا الآن بشكل غير مسبوق من النذالة والخسة الإنسانية الغربية وبعض الدول العربية لاستمرار الحرب على ساكنة غزة وعلى المقاومة. ومن ثم تغيير في هذه السياسات، وما نسمعه من بايدن ومن ماكرون ومن أمثالهم هو مجرد ذر رماد في العيون. ابقى معي أستاذ صالح، سوف أعود إليكم. أستاذ فراس ياغي المتخصص في الشأن الإسرائيلي ينضم معنا عبر سكايب من القدس. أستاذ فراس، يعني ماذا عن الموقف الأمريكي من إسقاط المساعدات على قطاع غزة بهذا الشكل، وكأنه حقوق الإنسان التي تنادي بها أو ينادي بها الغرب قد سقطت تماما؟ كيف تصف الموقف الأمريكي؟ ألا يجعل ذلك حكومة نتنياهو في موقف محرج مثلا؟ إلى كل مشاهدي قناة الرافدين ولضيفك الكريم، أولا يعني السفير الأمريكي السابق في الجزائر روبرت فورد تحدث عن أن ما قامت به أمريكا هو إذلال إسرائيل لأمريكا، وأن هذه المرة الثانية التي يتم إذلال إسرائيل بعد أن تم إذلالها بقصف سفينة ليبرتي في ستينيات القرن الماضي. على كل، ما تقوم به أمريكا للأسف الشديد يوحي وكأنها ليست دولة عظمى، وكأن أمريكا هي كمصر وكالأردن وكغيرها من الدول، هذا من الجانب. ومن الجانب الآخر يوحي بعدم الثقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في ما يخص المساعدات، وأن كل ما حاولت أمريكا أن تضغط به على إسرائيل لم ينفذ، حتى شعلت القمح التي أرسلت لا يزال سموتريتش يقوم بمنعها من الدخول وبالإغلاق عليها في ميناء أسدود. وبالتالي طبيعة العلاقة المتوترة ما بين إدارة بايدن وما بين إدارة نتنياهو هي أدت تحت عنوان التفكير إلى الذهاب نحو الإنزال الجوي للمساعدات، ولكن هذا يبين أن هناك عجز دولي كامل وعجز أمريكي وغربي عن فرض هذا الأمر على إسرائيل. أعتقد أن من يستخدم حق النقد الفيتو في مجلس الأمن هذا لا يريد أن يذهب إلى أن يوصل المساعدات حقيقة إلى الشعب الفلسطيني، وهذا لا يهتم حقيقة بالكارثة الإنسانية الموجودة في داخل قطاع غزة. فأسهل طريق كانت لإيصال المساعدات هو أن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم من قبل قرار من مجلس الأمن ويفرض على إسرائيل، ثم تدخل المساعدات. هناك 7 معابر على إسرائيل على قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي إضافة إلى معبر رفح. لو أرادوا
حل هذه الكارثة الإنسانية بسهولة، لتم حلها، ولكن كما يبدو هناك مخططات سياسية تتعلق بهذه بقطاع غزة يقوم بها الغربي وغير الغربي. فمسألة إنزال المساعدات من الجو يعني عدم استخدام الأونروا لتوزيع المساعدات في داخل قطاع غزة. مسألة إنزال المساعدات من الجو تعني أن لا وجود سلطة في داخل قطاع غزة تنظم هذه المسائل وتنظم إيصال المساعدات، وبالتالي يريدون خلق فوضى وتدافع ما بين الناس، ويقولون بعد أن يطلقون النار عليهم من الدبابات ويقتلون 115 شهيد وأكثر من 760 مصاب في مجزرة الطحين في شارع الرشيد، يقولون أنه بسبب التدافع. ويثبت رغم كل الفيديوهات التي قامت إسرائيل ببثها بأن إسرائيل تقوم باقتطاع أجزاء من هذه الفيديوهات، وأن إسرائيل تزور الحقيقة التي حدثت في داخل شارع الرشيد. لا يزال المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كاملة ما يحدث في قطاع غزة، وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، هم شركاء في تجويع شعبنا. وكما قال جوتريتش، من 5 جعانين في العالم الآن 4 من غزة. إذا لدينا كارثة إنسانية حقيقية، ولو أراد هذا المجتمع الدولي الظالم أن ينهي هذه المسألة لأنهاها في ساعات، ولا تم مساعدة أهلنا وإغاثة شعبنا خاصة في شمال قطاع غزة. نعم أستاذ فراس، ابقى معي لو سمحت. في أستاذ صالح، في ضوء هذه الكارثة الإنسانية، هل تتوقع انفراجا وتحولا بالمفاوضات في ظل الحديث عن توجه وفدين من حماس والاحتلال إلى القاهرة، وسط محاولة الاحتلال يعني استغلال ملف المساعدات في المفاوضات، إلى أي مدى تتوقع أن تكون هناك ربما انفراجة أم لا؟ إذا تابعنا التصريحات الصادرة عن دهاقنة المؤسسة الإسرائيلية ابتداء من نتنياهو وديمرور وبن غفير وسموتريتش ووزير خارجيته كاتس وجالند وغيره من القياديين السياسيين العسكريين سابقا، وفي المقابل إذا تابعنا التصريحات الصادرة عن القيادات السياسية لحركة المقاومة حماس وتحديدا أمس أو الأمس، أنا أقول أنه ما زالت هناك أمور عالقة جدا، ولا أتوقع انفراجة قريبة جدا في هذه المحادثات وفي وقف هذه الحرب، خاصة أن نتنياهو كما يعلم الجميع متعنت في مواقفه ويريد أن يبقى رئيسا لهذه الدولة على جماجم ودماء الفلسطينيين من جهة، وفي المقابل أيضا للأسف الشديد كما يرشح من تحليلات مصادر أجنبية وصحافة غربية سواء كانت أمريكية أو بريطانية أو حتى ألمانية، تتحدث عن ضغوطات عربية هائلة تجري على قيادات المقاومة سواء كانت من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو غيرها، للقبول بما يسمى نظرية المراحل في عملية الانفراج في غزة والإفراج عن الرهائن، وكأن مسألة الرهائن هي المسألة المقدسة العظمى بالنسبة للعالم الغربي وبعض الدول العربية وبالطبع إسرائيل، وفي مقابل ذلك الشعب الفلسطيني الذي يذبح يوميا بالمئات ويقتل يجرح أبناءه بالمئات أيضا، وكأن هذه مجرد أرقام لا تساوي شيء. وبالتالي اعتقادي أن صلابة الموقف، صلابة المقاومة باعتقادي ستزداد لثلاثة أسباب. أولا، المعارك الجارية على أرض قطاع غزة تؤكد وفق التحليلات الإسرائيلية وفق تصريحات جالنت نفسه أنها معارك ضارية، وأن هناك خسائر فادحة يتلقاها الجيش الإسرائيلي والقوى التي تتواطأ وتساعد في ذلك. من جهة ثانية، صمود المقاومة رغم الخسائر التي تكبدها بحجم الفارق في النسب العسكرية العددية وكميات الأسلحة والصواريخ والقنابل التي تتلقاها بشكل يومي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وغيرها من الدول العربية، وثالثا الحالة الشقاق والتذمر التي بدأت تصدر بشكل كبير جدا، ترشح بشكل كبير جدا، أولا من داخل الجيش ومختلف كتائبه، وثانيا من داخل المجلس الوزاري الحربي المصغر، وثالثا من المجلس الحكومي الكبير، وأخيرا داخل المجتمع الإسرائيلي الذي وإن كان لا يزال مع هذه الحرب
إلى أن مسائل الانشقاق الداخلي ومسائل التصدع الداخلي ملحوظة بشكل كبير جدا في من خلال الإعلام ومواقع التواصل المختلفة التي تبين حجم الشرخ الذي تعيشه المؤسسة الإسرائيلية مجتمعا ودولة. ولكن بنهاية المطاف باعتقادي أن نتنياهو ومن معه من الوزراء ومن الحربيين سيحافظون على مواقفهم إلى اللحظة الأخيرة، وفي المقابل أيضا باعتقادي أن المقاومة ستقوم بنفس الشيء في التشدد في مواقفها. وأسامة حمدان أمس صرح بشكل واضح في مقابلة مع الجزيرة أن الموقف الأساس للمقاومة الآن هو إنهاء الاحتلال وإدخال أو أولا إدخال المعونات الغذائية للأهل في غزة، وثانيا انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. نعم، ابقى معي سيد صالح لو سمحت. أستاذ فراس، أعود إليكم مرة أخرى. نادي الأسير الفلسطيني يقول أن جيش الاحتلال اعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية. يعني نحن نقترب من شهر رمضان المبارك، يعني ما تأثير ذلك على مجريات الأحداث، وخاصة أن هناك من المراقبين من يتحدث عن احتمالية وتأكيد أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بالتدقيق على المصلين؟ يعني أولا، منذ 7 من أكتوبر وحتى اليوم هناك اعتقال لأكثر من 7000 فلسطيني في داخل الضفة الغربية والقدس، وهذا الإجراء يتم بشكل يومي وليلي في كل الضفة الغربية. لذلك مسألة التأثيرات هي مسائل أمنية إسرائيلية تعتقد أن باعتقالها للكوادر والقيادات الوسطية سوف تمنع تحرك الجماهير في داخل الضفة الغربية والقدس على أعتاب شهر رمضان، خصوصا أنهم يعتقدون أن الضفة الغربية قاب قوسين أو أدنى من الانفجار ومن الذهاب إلى الانتفاضة الثالثة، وهم يحذرون ذلك عبر التقارير الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة. لذلك يطالبون الحكومة الإسرائيلية بتغيير سياستها تجاه موضوع الأقصى والمسجد الأقصى في رمضان. ورأينا كيف أنهم سحبوا إلى حد ما صلاحية بن جفير وسمحوا لكل المسلمين في 48 ولأهلنا في 48 ومسلمي القدس بالدخول إلى داخل الأقصى دون قيود بالسن ودون منع أمني لدخولهم إلى داخل الأقصى. ولكن حتى الآن فيما يتعلق بالضفة الغربية لا يزال الموقف على ما هو، لكن هناك ضغوط باتجاه أن يسمح أيضا للمسلمين بالذهاب إلى المسجد الأقصى للعبادة والتقوى، هذا شهر للعبادة والتقوى في داخل المسجد الأقصى. لكن بن جفير كعادته دائما ووفقا لسياسة الجنون الذي اعتمدها منذ أن أصبح وزيرا للأمن القومي يصب الزيت على النار، وبالتالي هو معني بالتصعيد ومعني بالتخريب، وأعتقد أنه هو الذي سينجح في النهاية بهذا الخصوص، لأن استفزازات المستوطنين مستمرة في الضفة الغربية ودائمة وبشكل يومي وموجودة في القدس وفي داخل المسجد الأقصى، لأن هناك قرار بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى أيام شهر رمضان. عادة يتم إيقاف اقتحام المستوطنين لساحات وباحات الأقصى في شهر رمضان، ولكن هذه السنة يعطي بن جفير صلاحية ويعطي أوامر بالسماح لهم بالاقتحام في داخل رمضان. أمريكا متخوفة، لذلك تريد أن تذهب إلى هدنة وتضغط باتجاه الذهاب إلى هدنة وصفقة طيب لتبادل فراس الأطراف. وسائل إعلام الاحتلال تؤكد مغادرة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانس إلى واشنطن من غير أن يتم التنسيق، دون أن يتم التنسيق مع رئيس الحكومة نتنياهو. كيف تقرأ هذا التحول؟ يعني هذه إشارة واضحة من قبل الإدارة الأمريكية لنتنياهو بأنه قد دعس باتجاه معاكس للرؤية الأمريكية ولما تريده أمريكا في المنطقة، وأن عليه أن ينصاع إلى الإرادة الأمريكية، وإلا سوف أمريكا تبدأ بالتدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي. أمريكا هي التي ضغطت على جانتس وحزب جانتس للدخول إلى حكومة الطوارئ، وبالتالي لسببين. السبب الأول لأن شعرت أن إسرائيل ضعيفة بعد 7 من أكتوبر وبعد هزة 7 من أكتوبر، والسبب الثاني وجود جانتس ووجود إيزنكوت سيؤدي إلى معرفة أمريكية بكل الخطط التفصيلية، ولكي يكون هناك نوع من ما يسموها البريكات السياسية
في داخل هذه الحكومه، ولكن حتى الان غانتس لم يستطيع فعل شيء في داخل حكومه الطوارئ. على العكس من ذلك، هو كان غطاء كبير لنتنياهو وللحكومه الائتلاف المتطرفه، وبالتالي لم يستطع لا غانتس ولا ايزنكوت التاثير على نتنياهو، لدرجه ان ايزنكوت تحدث عن الخساره الاستراتيجيه الكبرى لاسرائيل، وان اسرائيل تتعثر، وان اسرائيل لم تحقق الا بعض القضايا التكتيكيه، ولكن حتى هذه القضايا جزئيا فهي لم تقضي على المقاومه، ولم تستطيع ان تقضي على حماس، ولم تستطيع ان تاتي بأي من الاسرى، ولم تستطيع ان تحول قطاع غزه الى منطقه لا تهدد اسرائيل، ولم تعد سكان الغلاف الى اماكن سكنهم. الان امريكا تحاول ان تضغط على نتنياهو فتاتي بغانتس من اجل وضع خطط جديده تتعلق بالداخل الاسرائيلي. البعض يعتقد ان هذه البدايه للطلاق ما بين اداره البيت الابيض ونتنياهو، وعندما نتحدث عن العلاقة ما بين أمريكا وإسرائيل هذه مسألة مختلفة. أمريكا لن تتخلى عن إسرائيل لا عسكريا ولا اقتصاديا ولا دبلوماسيا، بناء على ذلك تدعمها. بناء على ما تحدثتم به أستاذ فراس ياغي، اسمح لي أن أتحدث أو أنتقل بسؤال الأستاذ صالح. ننطلق من هذه النقطة، من أن أمريكا سوف لن تتخلى عن إسرائيل، ولكن أستاذ صالح، ما فرص استمرار حكومة نتنياهو وسط الانشقاقات في مجلس الحرب، وكذلك الرفض الدولي لسياسته بإدارة الحرب ومحاولة قتل الرهائن لدى حماس؟ أنا باعتقادي أن سفر غانتس غدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو كرت أحمر أمريكا رفعته أمام حكومة نتنياهو، وبالتالي في تصور أن هذه الحكومة دخلت الآن إلى نفق معتم. السؤال إلى متى يمكن أن تستمر هذه الحكومة؟ هذا مربوط بثلاثة عوامل. مربوط بالعامل الأول اللي هو فك ما يسمى مجلس الحرب الذي يتشكل من الحكومة من الليكود ومن حزب غانتس، وبالتالي إذا انسحب حزب غانتس من الحكومة الإسرائيلية فهذا يعني أن المسمار الأول في نعش هذه الحكومة قد دك، وبالتالي الأمور ستكون تباعاً في ثلاثة قضايا أساسية. القضية الأولى ما يسمى الآن الحرب الدائرة بين التيار العلماني والتيار الغير علماني أو التيار الوسطي في إسرائيل والحريديم حول إلزامية تجنيدهم. و مستشارة القضائية أمس تحدثت بشكل صريح عن ضرورة إلزام التيار الأبناء الحريديم المتدينين المتزمتين بالانضمام إلى الجيش، إلى ما يسمى الإلزام العسكري. والحريديم تحدث بشكل صريح عن رفضهم بذلك. وزير المالية نفسه تحدث بأنه سيسعى إلى سن قانون يتجاوز قرار المستشارة القضائية فيما يتعلق في الميزانيات المتعلقة بالحريديم. ومن ثم نحن دخلنا إلى أزمة ثانية. باعتقادي أن هذا سيدفع إلى إلغاء أو تفكيك الحكومة، وتفكيك الحكومة بالضرورة يعني انتهاء هذه الحرب. نعم. قد تستمر هذه القضية شهرين أو ثلاثة، لكن هذا الأمر مرتبط من البداية إلى نهايته فيما سيخرج من الاجتماع الذي سيحدث غدا بين النائبة بايدن وغانتس. من أم الفحم عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي السيد صالح لطفي، شكرا جزيلا لك، وعبر سكايب من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد فراس ياغي، شكرا جزيلا لك. شكرا.